يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت عادة النساء أنها تحط الخلخال في رجلها. الله عز وجل ينهى النساء عن ضرب الأرجل مشان يصدر الصوت، صوت الخلخال المخفي، صوت الخلخال المخفي. والله السؤال هسه بينك وبين نفسك، أيهما أشد فتنة وإثارة لشهوة الرجل؟ صوت الخلخال المخفي ليعلم ما يخفين من زينتهن، أم تبرج المرأة وتعريها وكشف شعرها وسشوارها ومكياجها وتفصيل للجسد باللباس الضيق جدا؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا حجاب؟ والأشنع ذلك أن تكون قد تحجبت رأسها وكل جسدها شبه عاري، هذا ليس من الحجاب في شيء، وهذا تبرج. وفي الآية دليل آخر أن ما يخفين من زينتهن دليل على تغطية الأقدام. إذا كان الخلخال مغطى إذن فالقدم بالتالي مغطى، مغطى. ولهذا استدل أهل العلم على أن الجلباب أو الحجاب أو الخمار يجب أن يغطي جميع الجسد حتى الأقدام.